الأمانة صعبة بتعريف القرآن، وما كان صعبا من الصفات التربوية فلا بد من غرسه مبكرا جدا في نفوس أطفالنا، لنربي أطفالنا بمعرفة أكثر مع الاستشارية التربوية نورة نحاس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درجت على بعض وسائل الإعلام لعبة تسمى الكاميرا الخفية، بعضها خفيف ومضحك وبعضها مؤلم ومزعج. ومن بين المزحات الغليظة المزحة يلي بيرموا فيها عملة من فئة $100 بالأرض وبيخلوا الناس ينزلوا وياخدوها ويمشوا، وفجأة بيلقطوهم بالجرم المشهود. يمكن البعض يضحك ويستهزئ بالشخص اللي أخدها، والبعض يشتم، والبعض يفكر بعمق الموضوع. برأيي الشخصي إن الموضوع بيحتاج لتفكر وتأمل ولا سيما تربويا. تخيل معي طفل ماسك بإيد أمه أو أبوه ونزل الأب ليأخذ الفلوس من الأرض، حتى لو طلعت مزحة لكنها رح تحفر ببال الطفل لآخر عمره، وتعوده إنه يبحث عن أشياء يلتقطها من الشارع، ويبيح لنفسه مستقبلاً امتلاك الأشياء دون السؤال عن صاحبها. ويمكن يتطور الموضوع وتصير له عادة بالتقاط ممتلكات رفقاته بالمدرسة أو حتى بالبيت تحت مسمى لقيتها وما عرفت صاحبها. أعجبني موقف أحد الأشخاص اللي التقيتهم بالصدفة. كنا يومها 4 أشخاص التقينا بنفس المكان، وكانت العملة الورقية عم تطير من طرف لطرف بسبب الهواء. ركض الطفل فجأة ليلقطها كالعادة، مسكه الأب وقال له إياك، حتى لو شفت عملة 1000 ليرة فهي مو إلك. الشخص الثالث قال خلينا ناخدها ونسأل عن صاحبها. أما الرابع قال ما في حدا قريب، يلي لقاها أول واحد صارت نصيبه. بغض النظر عن موضوع حق الملكية والتصرف السليم بهيك حادثة، لكن ما يهمني بهذا الموقف هو نظرة الطفل لموضوع الأمانة ورسم الحدود الملكية الخاصة والعامة. فإذا أباحنا للطفل امتلاك كل شيء لقطه أمامه، بنكون عطيناه تصريح كامل لتعدي الحدود. القصة بتبدأ من الحفاظ على ممتلكات الأسرة من الصغر، وتعويد الطفل أن هناك فرق بين ما يحق له استعماله وما لا يحق، ومن ثم تعزيز الحرص على الممتلكات العامة. فبعض الناس بيفكروا أنه المال العام حلال للجميع وبيستهتروا فيه بحجة أنه ماله صاحب، وبالتالي ومع الوقت الطفل بيتعود أنه ياخد كل شيء أمامه ويعبث فيه، ولما يكبر يحاول يوسع رقعة صلاحياته حتى يبيح لنفسه السطو على كل شيء تقع عينه عليه تحت مسمى شو ما تطلع من عينك، بيصر له سلوك وعادة وبياخد كل شيء بالحياة من صاحبه. سلوكيات كتيرة تترتب على هذا المبدأ، وحدود مفتوحة ويمكن لا محدودة من التمادي والتجاوز. أعتقد الموضوع صار لازم وقفة حقيقية لنقدر نراقب أنفسنا أولاً، ومن ثم نراقب سلوكيات أطفالنا، بداية من احترام ملكيات الآخرين والحفاظ على الأمانات مهما كانت صغيرة، مروراً بالعناية بالملك العام من حدائق ووسائط نقل ودوائر حكومية أو مدارس، انتهاءً بالحفاظ على البيئة بعدم رمي الأوساخ في الطريق مهما صورت، وكذلك الحفاظ على قواعد المرور والقوانين العامة المفروضة في البلد. أمر أخير حابة أنبه عليه، وهو ضرورة زرع فكرة أنه حتى الجسد أمانة وعلينا الحفاظ عليه، ومن هذا الباب بإمكاننا التوسع قدر ما نريد أمام الطفل. فمن الأمانة نحافظ على نظافة أبداننا، ومن الأمانة نحافظ على سلامتنا النفسية، ومن الأمانة الالتزام بساعات النوم اللازمة وبساعات أيضاً اللعب المحددة والمقننة، ومن الأمانة أيضاً الحفاظ على أسرار البيت والصدق في القول والعمل ومجانبة المواراة والنفاق. ولو جرب الطفل يخفي شيء ويظهر عكسه، نحاول نلمح له أنه نحن فاهمين وما في حاجة للتخفي أو الخوف. فمن الأمانة التصريح وطلب النصح ليقدر المربي يقدم المساعدة اللازمة للطفل ليقلع عن الخطأ من بدايته. وإذا تغاضينا عنه مرة بعد مرة بحجة أنه صغير، رح يحفر هالسلوك بشخصيته ويصير طبع وعادة، وما رح ينفع مداواته لما يكبر بأي شكل من الأشكال. وفي النهاية أي خلق أو قيمة ما رح ننجح في زرعها بالطفل إذا ما كنا نحن القدوة السليمة، وحتى لو أخطأنا نعترف أنه يلي عملناه غلط ونحاول نصحح قدر الإمكان. وسعادة تامة أتمنها لكم ولأبنائكم، ولكم مني السلام.